احنا في منطقة الكيرات بصراحة نحسوا بالتهميش كبير للمنطقة قبل الثورة، التهميش هذاي وتواصل حتى بعد الثورة. منطقة تفتقر للمسالك الفلاحية رغم الطلبات نتاعنا المتكررة، واحنا من 2016 واحنا تو حاليا نسمعوا معناها في جهات ثم مشاريع تنموية، إلا المنطقة هذه معزولة. ما نعرفوش علاش المنطقة هذه متجاهلينها لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الجهوي. تصور انت ثم فلاحين الاراضي نتاعها ما خدمتهاش السنة وما تنجمش حتى المحصول نتاعها تجيبه، حتى الجرار ما ينجمش يسلك، معناها الناس معزولة كلام ما تنجمش تقرا. نحب المجلس المحلي للتنمية يحضر المجتمع المدني صراحة بكل صدق، احنا نحب صوتنا يوصل للسلطات المعنية.